مصر دائما تقف بجانب القضية الفلسطينية وتعتبر أن القضية الفلسطينية هي أمن قومي مصري في المقام الأول، ولم نرى يوما أن ابتعدت مصر عن نصرة فلسطين وعن نصرة أهل فلسطين، فما بالنا إذا كان الموقف اليوم هو المسجد الأقصى المبارك. فمصر حقيقة تقف بقوة بجانب القضية الفلسطينية، وقد حذرت وطالبت وستتخذ إجراءات، تقف بجانب في المحافل الدولية، تتخذ إجراءات في المحافل الدولية بخصوص قضية المسجد الأقصى المبارك. وبخصوص هناك حادثة حقيقة يعني أود دائما أذكرها، أن الآن في فرش سجاد المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة والمسجد المرواني هو فرش مصري، وقد تم إدخال، قديما كانت مصر هي التي تقوم بالصيانة للمسجد الأقصى وتقوم بفرشه. وحديثا أذكر أن هذا الفرش دخل عن طريق السفير أشرف عقل عندما كان سفيرا لمصر في فلسطين، وتم تهريبه عن عيون الإسرائيليين من فوق الحائط، أدخلوه وفرشوا به سجاد المسجد الأقصى. والحقيقة أن مصر، أن وزارة الخارجية المصرية أصدرت بيان قوي أيضا، وبيان يعني وطني، قالت فيه أنها تطالب بقوة الجانب الإسرائيلي ابتعاد عن المسجد الأقصى وعدم اتخاذ أي إجراءات وإزالة البوابات والكاميرات. وأنا أتصور أن مصر ماضية في وقوفها بجانب المسجد الأقصى المبارك وبجانب الشعب الفلسطيني، وأن أي إجراء سيتم اتخاذه من الجانب الإسرائيلي مصر ستتصدى له مع الشرعية الفلسطينية ومع الرئيس أبو مازن.